السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا بحلقة جديدة من برنامجكم الشعب يريد. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سنتحدث عن اتفاقية وادي عربة، اتفاقية سلام ما بين الأردن وفلسطين في ذكراها 20، وخاصة وأنها تأتي وتمر علينا في ظل ازدياد الانتهاكات الإسرائيلية وتكرارها للقدس وللمسجد الأقصى. سنحللها وبتفاصيلها من جذورها وآفاقها كما يراها الخبراء. بعض الخبراء يراها إيجابية وأنها أعادت الحقوق وجلبت لنا سمنا وعسلا، والبعض الآخر يراها عنوانا للذل والخنوع، فلم تجلب لنا سوى الفقر والعار، وأنها كرست التبعية وخدمت المشروع الصهيوني بالمنطقة. سنتحدث إذن بتفاصيلها، هل لها أوجه وجوانب إيجابية، وهل يعقل أنه لا يوجد أي جوانب إيجابية في مختلف الملفات، اقتصاديا زراعيا فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بالموازنة العامة والتقليل من النفقات العسكرية في ظل أننا موقعين هذه الاتفاقية للسلام. ما هي الأوراق التي يملكها الأردن حقيقة اتجاه إسرائيل؟ مجموعة كبيرة من الملفات والقضايا والتفاصيل، والتي سنحاول خلال سياق هذه الحلقة أن نوضحها وأن نبسطها لجميع السادة المشاهدين، بالإضافة طبعا لتواصلنا الدائم مع الحراكيين في مختلف المحافظات، اليوم في جرش والطفيلة وعمان والزرقاء هنالك فعاليات بعضها طالب بالإصلاح وبعضها يهتف باسم الأقصى ويؤكد على التضامن مع أهلنا هناك في القدس. كل هذه إذن المحاور، سأتشرف بصحبة ضيفي هنا في الاستوديو الذي سيطلعنا على العديد والعديد من التفاصيل والتي رصدها في كتابه عن العلاقات الأردنية الإسرائيلية الجذور والأفاق، الباحث والناشط السياسي السيد خالد الحباشنة. حياك الله سيد خالد، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بقناة اليوم. الله يا هلا. يعني اسمح لي أن نبتدئ هذا الحوار سيد خالد إذن بعد فاصل قصير ونخوض في تفاصيل اتفاقية وادي عربة من جذورها حتى نفهم كل تأثيراتها علينا بعد 20 عام من هذه الاتفاقية، فتفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله إذن مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا من جديد، وهذا الحوار مع السيد خالد الحباشنة في تفاصيل اتفاقية وادي عربة في ذكراها 20. ويجدد الترحيب بك إذن سيد خالد. يعني بداية، هنالك بعض يعني التقارير الصحفية التي رصدت الشارع الأردني في ذكر 20 لهذه الاتفاقية، ربما الغالبية كانت رافضة لها، لكن الجديد أو الغريب ربما في الموضوع أن هنالك أعداد كبيرة من الناس يجهلون هذه الاتفاقية، يجهلون تاريخها، يجهلون تفاصيلها. بداية لو يعني اسمح لي هيك أن نوضح بمفاهيم عامة عن هذه الاتفاقية قبل أن ندخل في الجذور وفي التفاصيل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بحمد الله على نعمائه، وأصلي وأسلم على رسله وأنبيائه. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذا قرآن كريم، هذه آية قرآنية تنهى عن أن نتولى من عادانا وأخرجنا من ديارنا. بداية كل شيء له جذور، وحتى نفهم الوادي عربة وما أوصل لوادي عربة يجب أن نفهم الخلفيات التاريخية لذلك. جميل. المنطقة العربية كانت مطمعا للاستعمار الغربي تاريخيا بسبب أنها عقدة مواصلات بين الشرق والغرب ووفرت مواردها وزادت أهميتها في العصر الحديث بعد اكتشافات النفطية في العديد من أقطارها. استطاعت الحركة الصهيونية أن تزاوج بين أطماعها في إقامة وطن لهم في فلسطين مع الأطماع الغربية في المنطقة. وهنا يجب أن أعرج ولو سريعا أنه في عام 1840 أثناء حملة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا لضم بلاد الشام إلى مصر تحت حكمه، وهنا مكمن الخطر. العمق الاستراتيجي للمنطقة وقوة المنطقة العربية تكمن في التقاء مصر وبلاد الشام. عندها تنبه الاستعمار الغربي وضرب قوات إبراهيم باشا، واضطر أن يوقع صلح اتفاقية كوتاهيا والانسحاب. بعدها بدأت المشاريع الغربية على المنطقة. في عام 1840 رئيس وزراء بريطانيا بالمر ستون اقترح إقامة وطن لليهود في فلسطين لمنع قيام وحدة عربية وفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. في عام 1860 أرنست لاهران الناطق باسم نابليون الثالث أيضا اقترح إقامة وطن لليهود في فلسطين، وعمل حلف ثلاثي بين اليهود في فلسطين والفرنسيين المنوي توطينهم حول قناة السويس مع الموارنة في لبنان استغلال للمعركة الطائفية التي حدثت في لبنان في ذلك الوقت 1860. المعركة الطائفية من 1800 إذن في لبنان. نعم. ثم جاءت المؤامرة الكبرى هي لجنة بانرمان. وزير خارجية بريطانيا كامبل بانرمان عملوا لجنة، شكلوا لجنة من 7 دول استعمارية من علماء سياسة اقتصاد اجتماع ضباط عسكريين دبلوماسيين، وقرروا أن هنالك جنوب وشرق البحر المتوسط تقطن أمة واحدة تتكلم ذات اللغة ويربطها نفس المشاعر القومية، تدين في غالبية العظمى بنفس الديانة. إذا ما استقلت عن الدولة العثمانية ووصلت لها رياح الثورة الصناعية الأوروبية فإنها ستشكل خطرا على مصالح الاستعمارية، فيجب العمل على ما يلي. هذه اللجنة عقدت في عام 1905 وأصدرت تقريرها في عام 1907 بعد سنتين من الدراسة. قررت لجنة بانرمان وجوب الحلول دون وحدة هذه المنطقة، تجزئتها وتقسيمها، زرع جسم غريب يفصل مشرقها عن مغربها، الحلول بينها وبين الديمقراطية، الحلول بينها وبين التطور الصناعي أو الاقتصادي. يجب أن تبقى دائما في دوامة الخلافات، يجب أن تكرس القطرية وكأنها هي الشيء الثابت. الآن بدأ المشروع يعني طبعا بعد 1907 1916 اتفاقية سايكس بيكو 1917 بعد بلفور، ثم بدأ المشروع. طبعا المشروع الصهيوني بدأ من نهاية القرن 19 في شراء بعض المستوطنات في فلسطين بالتعاون مع الهداب البريطاني والمستعمرين. بدأت تتضح الأطماع الصهيونية في فلسطين حتى ثورة عام 36 و37. بعد ثورة 36 جاءت لجنة ملكية بريطانية، لجنة بيل، لتقصي الحقائق، واستمعوا إلى شهادات شهود عرب ويهود وإنجليز. أخطرها كانت شهادة منظر الحركة الصهيونية جابوتينسكي، حيث قال إن فلسطين التي نعني تضم ضفتي نهر الأردن بغض النظر عن قيام كيان سياسي مؤقت شرق النهر. مؤقت، يعني مؤقت، يعني ما قاله جابوتينسكي لا يختلف عن ما قاله قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية. وهذا يعني موثق طبعا، هذا تصريح طبعاً. نعم موثق. الآن ما بعرف يعني إذا رأيت أن نقفز يعني مثلا التسلسل جميل، حتى يعني نكون أيضا بصورة أنه يعني هذه الاتفاقية ما أجت صدفة، والاحتلال كله الإسرائيلي للأرض الفلسطينية لم يأتي صدفة، وإنما بمخططات ومخططات طويلة منذ يعني مئات السنين، ووصلنا إلى هذه المرحلة. لا شك بأنه يعني اتفاقية وادي عربة لديها يمكن أسبقية في اتفاقية كامب ديفيد بتطويع يعني العنصر العربي الأكبر
في المنطقة مصر، ثم تراه المنطقة أو الدولة التي لديها أطول وأكبر حدود برية مع إذا إسرائيل. سمحت لي بس أستكمل الخلفية التاريخية ولو بدقيقة. نعم، حتى نوصل إلى مرحلة يعني الصراع العربي وليس فقط يعني الفلسطيني بهذه الاتفاقيات السلام. الأمير فيصل الأول يعني وزير خارجية أو سكرتير الدولة المملكة العربية الحجازية أثناء سفره إلى أوروبا للمطالبة بالمشروع الحلم الدولة العربية الواحدة في الأقطار العربية في آسيا كافة، اكتشف قوة الحركة الصهيونية في أوروبا، قوتها المالية ونفوذها السياسي. وفي ذات الوقت الوكالة اليهودية كانت تملك المال وتملك النفوذ السياسي ولكن تفتقر إلى شرعية الوجود في المنطقة، فهي تحتاج إلى شخص أو عائلة لها بعد ديني لها عمق في المنطقة يمنحها هذه الشرعية. فنشأ تزاوج بين المشروعين. أول لقاء كان بين فيصل الأول وحيم وايزمان في عام 1908 في منطقة وادي عربة، في ذات المكان الذي تم توقيع اتفاقية وادي عربة فيه. ثم نتج عن اللقاءات توقيع اتفاقية لندن عام 1919 في 3/1/1919، اتفاقية وافق فيها فيصل الأول على إقامة وطن اليهود في فلسطين وتبادل سفارات. طبعا كان للموضوعية، كان له تحفظ أنه أتعهد بذلك إذا عاونتمونا على إقامة الوطن المملكة العربية الواحدة، وأما إذا خنتونا في ذلك أو لم تساعدونا في تنفيذ ذلك فأنا في حل من توقيعه. هذا للموضوعية. إذن وادي عربة لم يأتي من فراغ ولم تنقطع العلاقات حتى بعد فيصل، يعني في عهد الملك عبد الله الأول كان هناك لقاءات بين بن غوريون والملك عبد الله بواسطة وسطاء أحيانا إلياهو ساسون ومحمد الأنسي سكرتير الملك عبد الله الأول، لقاءات عديدة. في عهد الملك حسين أيضا استمرت العلاقات ولكن أخذت شكل آخر لأنه اتضحت الأمور أكثر. لم تقطع العلاقات، وأنا أستطيع أن أقول بكل جرأة أن وادي عربة لم تبدأ العلاقات الأردنية الإسرائيلية من وادي عربة، إنما وادي عربة كان تتويج لتاريخ طويل من العلاقات التفاهم بين الكيانين. يعني هو هيك سؤال كمعلومات عامة يمكن أيضا نوضحها. دائما ما يتم التسلسل حتى في المناهج حتى في أحاديث يعني الباحثين التاريخيين تحدثت يعني قبل قليل عن عهد الملك عبد الله الأول ثم الملك حسين. في حقبة الملك طلال يعني لا أحد يعرف عنها شيء، هل كان يعني صحيح قصيرة المدة ولكن هل هي مؤرخة؟ هل معروف يعني تفاصيل المشهد الأردني في وقتها؟ والله للأسف يعني لم يمر علي في أي كتب رجعت لها عن الملك. هو يعني يبقى يمكن لغز يعني غالبية. صحيح، هو فترة حكم كانت قصيرة وكان يعاني المرض وكلنا نسمع أنه وطني وكان الشعب يحبه وكان يعني قريب جدا من الشعب يعني، لكن المرض باغته وتغيب عن السلطة. نعم، هو تغيب قبل الموت، يمكن مات بالسبعينات. طبعا هو تغيب، حكم أقل من سنتين. نعم، والوفاة كانت بالسبعين. على كل حال أنا بس يعني إذا كان هنالك أي يعني تفاصيل في هذه الحقبة. نحن نوصل لموضوع يعني اتفاقية وادي عربة بال94، قبلها ربما كان هنالك مؤتمر يعني مؤتمر مدريد للسلام ويعني الحديث حتى نربط الأمور ببعضها. بعد العدوان الثلاثين على العراق وضرب القوة العسكرية العراقية، نودي بأيام بعد وقف اطلاق النار بأيام، نادى الرئيس الأمريكي لمؤتمر مدريد للسلام وهو ما يريده الصهاينة. كان العرب أو مطمع الملك حسين في فترة كانوا ينادي بمؤتمر دولي للسلام واليهود كانوا يصروا على مؤتمر ليس دوليا للسلام، مؤتمر سلام لكن ليس دولي. هناك فرق، لو عقد مؤتمر دولي للسلام تحضر الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يكون منسجما مع قرارات شرعية دولية بخصوص قضية فلسطين واللاجئين. أما مؤتمر مدريد للسلام فأنت تحصل ما تستطيع تحصيله مني دون إخضاعي لما صدر من قرارات شرعية دولية. هنا المؤامرة الأولى. فرمزية مدريد أن العرب كانوا في مدريد ثم خرجوا من مدريد عادت لأصحابها، كما أن فلسطين بنظرهم كانت لبني إسرائيل وخرجوا منها والآن حقهم أن يعودوا إليها. يعني هنالك رمزية لاختيار مدريد تحديدا. جميل، للمؤتمر. جميل هذا. يعني فضل. ثم يعني التسلسل ربما يعني أنا بدي حتى نوصل لمرحلة بأن من يبرر هذه الاتفاقية يقول لك بأنه مصر يعني أكبر دولة عربية وقعت، ثم السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقع، فلما نحن لا نوقع يعني كأردن؟ هو حقيقة رغم هزيمة عام 67 هزيمتي
لكن الموقف العربي لم ينهزم. كان الشرخ الأول في الموقف العربي هو توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي أخرجت أكبر دولة عربية من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني. وكان الاختراق الثاني يتمثل بعودة مصر للصف العربي بكامل أوزار كامب ديفيد، على الرغم من إيجابية العودة، نعترف بالإيجابية لعودة مصر، ولكن مثلت شرخا آخرا، قبلنا مصر بكامل أوزار كامب ديفيد. ثم توالت الضربات على الموقف العربي، اتفاقية أوسلو مع المنظمة التحرير الفلسطينية، ثم اتفاقية وادي عربة. ولكن الفرق هو أن وادي عربة كما قلت هنالك تاريخ من العلاقات، يعني الملك عبدالله الأول كان يسعى للوصول إلى عرش سوريا وضمها إلى الأردن، وضم فلسطين إلى الأردن بدولة واحدة تحت حكمه، ومنح اليهود حكم ذاتي في فلسطين. ثم تلاشى هذا الحكم شيئا فشيئا مع تقدم وقوة الكيان الصهيوني، أصبح ينادي فقط يعمل على ضم سوريا إلى عرشه. وكانت الوكالة اليهودية تموله في ذلك، إلا أنه في إحدى زيارات لنور السعيد حذر من أن الكيان الصهيوني يخدعوا يدعموا الدكتور القدسي رئيس الجمهورية السورية. يعني للأسف العلاقات كانت ليس مع الأردن فقط السرية، مع أطراف عديدة، ولكن كتابي كان علاقات مع الأردن. هنالك للأسف علاقات واسعة جدا. في عهد الملك حسين نضجه السياسي وفهمه للواقع الدولي خلى طموحاته تتقلص قليلا، فقط الحفاظ على الأردن ككيان سياسي وإطفاء بؤر التوتر التي تنشأ هنا أو هناك. ولذلك تم إعلان فك الارتباط في آخر لقاء سري بين الملك حسين وشمعون بيريز في لندن عام 1987. قال الملك حسين بالحرف لشمعون بيريز: إذا ما أعطيت الضفة الغربية كاملة كما أعطيت سيناء كاملة لمصر، فأنا على استعداد لتوقيع اتفاقية السلام منفرد. فأجاب شمعون بيريز: لا انسحاب من الضفة الغربية. على ضوء ذلك عاد الملك حسين الأردن وأعلن عن قرار فك الارتباط لتسهيل إقامة التعاهد مع الكيان الصهيوني. يعني التاريخ لما الواحد يعني يغوص فيه يكتشف العديد من ربما الخبايا أو الشيء الغير متوقع. على كل حال كانت هنالك الإرادة إذن ربما بتوقيع هذه الاتفاقية، كان هناك مجلس نيابي قوي عودة حياة ديمقراطية في 89، وكان هذا المجلس يشكل ربما يعني فاتحة وبداية جديدة للديمقراطية من خلال قانون، وقانون كان يعني يراعي أن يخرج قيادات وطنية في مختلف المحافظات الأردنية، ولذلك تم التعديل عليه وخلق لنا مفهوم جديد بقانون الصوت الواحد الذي ما زال لغاية الآن. صحيح. بعد أكثر من 20 يعني عام، وأفرز مجلس نيابي لينسجم مع التوجه الرسمي الأردني مؤهل للمصادقة على وادي عربة. أنا بدي تحكينا عن هذه الحقبة أيضا، يعني كيف تم يعني إعداد هذا المجلس لكي ينسجم مع التوجه الرسمي الأردني يعني الحكومات وكذلك ركز الإعلام المجلسي. ركز الإعلام الرسمي الأردني في ما قبل توقيع معاهدة وادي عربة، فترة الحقبة اللي قبلها مباشرة، على أن هنالك متغيرات دولية وإقليمية تدفعنا إلى إقامة التعاهد مع الكيان الصهيوني. جميل. من خلال بحثي واكتشافي للعلاقات الطويلة التاريخية بين النظام السياسي في الأردن والكيان الصهيوني، اكتشفت أنه القضية معكوسة. العلاقات موجودة، ولكن كان هنالك موانع تمنع إشهار تلك العلاقات الموجودة. فكان انهيار الاتحاد السوفيتي يمثل إزالة للمانع الدولي، ومثل ضرب العراق وفرض الحصار الجائر عليه، ودخول سوريا حلبة مدريد، وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو إزالة للمانع الإقليمي. ثم تلتها إجراءات رسمية أردنية لإزالة المانع الداخلي، منها إقرار قانون الصوت الواحد الانتخابي لخلق مجلس نواب هزيل قابل للمصادقة على هكذا معاهدة، رفع الدولة لشعار مهننة النقابات المهنية، أي إبعاد هذا الجسم الوطني الكبير من ممارسة عمله الوطني بحجة أنه أهمل الجانب المهني. هنالك سلسلة من الإجراءات التي قزمت الموقف الداخلي وقزمت التوجه الديمقراطي الذي جاء بعد انتفاضة نيسان 89. هذه المتغيرات التي أدت بنا للوصول إلى وادي عربة. جميل.
يعني معلومات ايضا من الجميل انه الواحد يكون مطلع عليها، والتخوف اللي كان من الجسم النقابي ايضا هذه معلومه مهمه، ولغايه الان الصراع ما زال عن موضوع مهنه النقابات. اسمح لي نريح ونذهب الى الطفيله ونشوف كان عندهم اليوم ايضا حراك، ونواصل يعني استعراض هذا التسلسل التاريخي لاتفاقيه وادي عربه. وينضم الينا اذا مراسلنا بالطفيله حذيفه القراره. حذيفه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حذيفة، اليوم أيضا كان لديكم فعالية وكالعادة منذ سنوات مستمرين بها، تحدثنا عن تفاصيلها وأبرز مطالبها. نعم، نظم حراك أحرار الطفيلة مسيرة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة باتجاه دار المحافظة، حملت عنوان عام هجري جديد من أجل الإصلاح. طالب المشاركون فيها بمحاسبة الفاسدين واجتثاث الفساد واعتماد النهج الإصلاحي الحقيقي. أكد المشاركون أهمية أن يرى المواطن الإصلاح نهجا حقيقيا لا مجرد شعارات ترددها الحكومة. تضمن بيان تري في المسيرة العديد من الجوانب الداخلية والخارجية، وخاصة ما يجري في فلسطين بشكل عام وفي الأقصى بشكل خاص من الهوان والصمت العربي المريب في هذه الأيام. قالوا أنه يندى له الجبين، فها هي قطعان المستوطنين الأنجاز تدنس المقدسات الإسلامية وبشكل استفزازي دون أن تحرك المشاعر أو تهز الأبدان إلا القلة القليلة من المرابطون الأبطال والنساء الكريمات المرابطات. أضافوا: نعم يا حكام المسلمين، الأقصى لا يدافع عنه إلا النساء، وغزة تنسى وأرض فلسطين تقضم، ونحن نجهز الجيوش وندفع المليارات لقتل بعضنا البعض، لا بل تحاك المؤامرات بقيادة أمريكا وأعوانها لقتل المسلمين، فها هم يبادون في العراق وسوريا واليمن وغيرها من بقاع الأرض بحجج واهية، فإلى متى هذا الظلم وماذا تنتظرون؟ قالوا كذلك: أما أنتم أيها المرابطون فإننا ندعو أن تكون ممارسات الاحتلال وهذا التصعيد الخطير انطلاقة لانتفاضة جديدة في جميع الأراضي الفلسطينية، ففي ظل هذا الصمت العربي اعتمدوا على الله ثم على مقاومتكم فحسبكم الله ونعم الوكيل. أما في الشأن الداخلي فقالوا في البيان: من حقنا أن نسأل أين مواردنا الطبيعية، أين الصخر الزيتي والنحاس والغاز والنفط والفوسفات واليورانيوم وغيرها من الموارد التي حظى الله بها هذا الوطن والتي حرم أبناء الوطن من الاستفادة والتنعم من هذه الخيرات، وكأن المطلوب تجويع هذا الشعب وإذلاله. تساءلوا أيضا في البيان الحكومة وقالوا: من حقنا أن نسألها، لقد انخفض النفط في كل العالم وبشكل كبير، إلا في الأردن تم خفضه عدة قروش، فلماذا هذا الظلم والإجحاف بحق هذا الشعب المسكين؟ ثم نسألها أيضا: أين المشاريع والاستثمارات التي ما فتأوا يتغنوا بها ليل نهار؟ أين الحلول الحقيقية لحل مشاكل البلد وخاصة الفقر والبطالة؟ أين وأين وأين إلى آخره. ولفتوا إلى أن الحديث عن محافظة الطفيلة قالوا: حدث عنها ولا حرج، فكل الوعود التي وعد بها أهل المحافظة كانت بأدراج الرياح. شكرا جزيلا. هنأ حراك أحرار الطفيلة العالمين العربي والإسلامي بقدوم العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. وانت بخير حذيفة وجميع أحرار الطفيلة، شكرا جزيلا على هذه الرسالة. وننتقل ونتابع مشاهدينا الكرام لقطات من فعالية أحرار الطفيلة بالصوت والصورة. بالإصلاح والتغيير. يا سوف يا فاسد اسمعنا زين، يا فاسد اسمعنا زين، يا فاسد اسمعنا زين، يا فاسد اسمعنا زين، والحراك ما بيلين، الحراك ما بيلين، والحراك ما بيلين، الحراك ما بيلين. ويوم
إذن هذا هو حراك أحرار الطفيلة المستمر من سنوات، وهم مصرين على هذا المطالب. وأنا يمكن رح نربط سيد خالد بأكثر من موضوع، موضوع الأقصى والانتهاكات مع اتفاقية وادي عربة والواقع، وكذلك حتى موضوع مهم وذكرته حضرتك يعني بشكل سريع فيما يتعلق بالموارد يعني الطبيعية الموجودة في الأردن، وهل هنالك من مؤامر لتجويع الشعب الأردني؟ لأنه ذكرت حضرتك أنه هنالك يعني مساعي للحيلولة ما بين هذه المنطقة وبين الديمقراطية والتطور الصناعي والقوة الاقتصادية. لكن أنا بدي أرجع للحقبة لعام 1994، بدأت كل هذه الترتيبات لتوقيع الاتفاقية، تم تشكيل الوفد المفاوض الأردني برئاسة يمكن دكتور عبد السلام المجالي. نعم. يعني تحكي لنا كيف يعني أيضا كانت هذه يعني ما هي المعلومات الواردة عن هذا يعني هذا الفريق المفاوض، وكيف كانت المفاوضات تجري وكم استغرقت من وقت، ويعني هذه التفاصيل التي أسفرت بالنهاية عن بنود المعاهدة. ربما من الضرورة الحديث أن الجانب الصهيوني كان حذرا في تشكيل الوفود العربية المفاوضة. فمثلا في الوفد السوري كانوا مشترطين أن يكون السوري رئيس الوفد السوري المفاوض دمشقيا من أسر دمشق العريقة وسنيا، حتى لا يحتاج الشعب السوري مستقبلا ويقول أن هذا مثلا درزيا علويا كذا من الأقليات من الأغلبية من عائلات دمشق العريقة. جميل. وكان بالأردن مشترطين أن يكون أردنيا غير مطعون بأردنيته. نحن كلنا شعب عربي وكلنا مواطنين أردنيين سواسية، ولكن يلعبوا على هذا النغم. يعني حتى نقول والله هذا شركسي، والله هذا من أصول شامية، والله هذا من أصول فلسطينية، أردني غير مطعم بأردني، أن يرسل الوفد الأردني. يعني تدخلوا حتى في تشكيل الوفد للأسف. بالإسم ولا بس بالصفة أو بال؟ يعني بالمعلن بالصفة، لكن في بعض المواقع أعتقد بالإسم. للأسف أعتقد بالإسم. طيب. تم تشكيل يعني رئيس الوفد بعدين. وبدأت المفاوضات، وللأسف كان هنالك مجموعة من الخبراء الأردنيين في المجال القانوني الاقتصادي في مجال الحدود، من المركز الجغرافي الملكي، ضباط اللي يعرفوا كل شبر أردني، لكن الأخطاء التي ترقى إلى مستوى الكبائر التي حدثت، هل لم يستشيروا الخبراء اللي كانوا مرافقين للوفود المفاوضة؟ للأسف كان الخبراء يجلسوا في ردهات الفنادق يشربوا العصير ولم يستشاروا، ولها سبب وقع المفاوض الأردني فيه أخطاء عديدة سنبينها حاليا. وين تم توقيع يعني قبل التوقيع بوادي عربة، لكن المفاوضات وين كانت؟ كانت في الولايات المتحدة الأمريكية في غالبها، والتوقيع طبعا كان بوادي عربة، لكن سبق التوقيع الاتفاقية إعلان واشنطن اللي ورد فيه عبارة، للأسف عبارة انتهاء حالة العداء، ليس حالة الحرب بل حالة العداء. حالة الحرب تعني المظاهر العسكرية للعداء، إنما انتهاء حالة العداء بين الأردن والكيان الصهيوني تعني الجوانب النفسية والثقافية والاقتصادية. عشان هيك عم بيعدلونا بالمناهج وبيديموا درس في راس العجلون. نعم. وغيره. نعم. ما فيش عداء، يعني كيف تحط عن واحد قتل من أشخاص أصبحوا ليسوا أعداء لنا. لما نيجي للمعاهدة ذات المعاهدة نبدأ بالأخطاء اللي وقع فيها مفاوضنا، على الرغم من وجود قانونيين وخبراء. يعني أولا هنالك ديباجة مقدمة نصت على أن إقامة السلام عادل ودائم وشامل بين الكيانين السياسيين قائم على قرارين مجلس الأمن 242 و338. لا يوجد هنالك نص أن تعتبر هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من المعاهدة. هاي أبجديات يعني أبجديات. أي محامي في عقد إيجار مخزن بيحطوه هذه. للأسف ولهذا السبب نجد أن كافة بنود المعاهدة غير مغطاة بقرارين مجلس الأمن 242 و338. لا الحدود، لأنه لم يتم ذكرها إلا بالديباجة. بالديباجة فقط. لكن في البنود لم ترد، ولم يرد بند أن المقدمة جزء من المعاهدة. الغريب أن بالمادة الأولى نصت على إقامة السلام بين الدولتين خلال شهر من تاريخ التصديق، يعني قبل البدء بإجراءات الانسحاب من الأراضي الأردنية محتلة، قبل أي ممارسة صهيونية. إقامة السلام كامل، يعني من الديباج الضعف ثم المادة الأولى أيضا فيها. نعم. ضعف. يعني المادة الأولى مثلا ممكن الأردن يكون له علاقات على مستوى سفير غير مقيم أو قنصل، سفارة كاملة وكأنه ليس هنالك نصف قرن من العداء، وخلال شهر من تاريخ التصديق على المعاهدة، وقبل استعادة أراضينا المحتلة حصصنا المائية ولا شيء. نأتي للطامة الكبرى، المادة
رقم ثلاثة الحدود الدولية. نبدأ من الشمال مثلا تسلسلا نبدأ. نعم. الباقورة هي أولا هنالك مشروع بنحاس روتنبرغ لإقامة كهرباء فلسطين، مشروع إقامة كهرباء فلسطين بنحاس روتنبرغ. هذا أي سنة يعني كان؟ هذا الحكي في عام 1928. منحت الحكومة الأردنية لهذا المشروع 6000 دونم من أراضي منطقة الباقورة بقيمة 3 جنيهات فلسطينية للدونم الواحد، يا بلاش 18000 جنيه استرليني فلسطيني. وكان هنالك شرط في صك البيع الموجود حاليا في دائرة طابو في إربد أنه أي أراضي تزيد عن حاجة المشروع تعود إلى الحكومة الأردنية مقابل إعادة نفس الثمن. ولا يجوز لمشروع نورنبرغ بيعها أو منحها لطرف ثالث. قام بنحاس نورنبرغ ببيع كامل الأرض إلى الوكالة اليهودية، فهي قانونا يجب أن تعود الأردن مقابل إعادة نفس الثمن. ما أعيد بمعادة وادي عربة 832 دونم الأراضي التي قيل أنها أعيدت تحت السيادة الأردنية، 832 دونم فقط من 6000. هنالك ما زال 5170 دونم ما زالت محتلة. هذا الباقورة. طبعا بلا سيادة أعيدت 832 دونم بلا سيادة، السيادة إسرائيلية، هنالك سيادة صورية أردنية، علم أردني مرفوع، ولكن استعملوا عبارة land owners مالكي الأرض اليهود. يدخلها الشرطة اليهودية وبسلاحهم. يحق لمالك الأرض استضافة ضيوفه دون تحديد عدد الضيوف ومدة الضيافة. يعني ممكن أحدد مالك الأرض اليهودي تقصد؟ اليهودي نعم. يحق له استقبال ضيوفه في تلك المنطقة. طب حدد لمن هم الضيوف، 10-15 لمدة أسبوع، قد تشمل الشعب اليهودي كاملا مدى الحياة دون إطلاق ترك المعنى على إطلاقه. إذا حدث حادث سير أو جريمة قتل تخضع للمحاكم الإسرائيلية وللقانون الإسرائيلي. يعني هي شكلية أصبحت بالقانون الدولي، بالقانون الدولي، لكن ما زالت يعني تحت السيادة الدولة الإسرائيلية. حتى تكون لها سيادة على إقليمها يجب أن تمارس عليه قوانينها. إذا كان هنالك إقليم الدولة لا تمارس عليه قوانينها هذا يعتبر خارج سيطرة الدولة وخارج سيادتها. فبالتالي الباقورة والغمر خارج السيادة الأردنية. منطقة الغمر أسوأ بكثير لأن أيضا هنالك آبار جوفية تملكها إسرائيل داخل الأراضي الأردنية. ونصت المعاهدة على أنه أي بئر يفشل يحق للجانب الإسرائيلي التنقيب عن بئر آخر أوتوماتيكيا، تخيل. ثم لا يجوز للأردن عمل أي مشاريع مائية في تلك المنطقة قد تؤثر على نوعية أو كمية تلك المياه في تلك الآبار. يعني تقييد سياسات الأردن المائية على الأرض الأردنية. وهذا يعني مطبق ولغاية الآن نعم ملتزمين فيه. نعم نعم نعم. يا سلام. طيب بدنا نرجع نشوف باقي المواد أيضا عشان يعني نطلعها على الشعب الأردني ونرى كيف أن هذه الاتفاقية كيف أصلا وقعت من هذا الوفد، وكيف هناك مجالس نيابية متعاقبة لم تلغيها وإنما كانت تكتفي بالخطابات. لسه ما استكملنا فيه نقاط خطيرة ممكن نرجع لها، لكن اسمح لي أن نذهب إلى أيضا فعالية اليوم كانت في عمان في مخيم الحسين، أحرار مخيم الحسين خرجوا بفعالية بعد صلاة الجمعة بعنوان أقصانا لا هيكلهم، وأيضا طالبوا بها بالإفراج عن الدكتور محمد سعيد بكر، ونجدد من هنا المطالبة بهذا الموضوع. ولم ننسى هذه القضية على الرغم من الاهتمام الكبير الذي كان يصاحبها في البداية، ولكنها ربما كانت تعويل على الفتور الشعبي المستمر، ولكن الأمل بأن يبقى أنصار الدكتور محمد سعيد بكر وطلابه وأحبائه على نفس الحماس المطالب بالإفراج عنه. نتابع إذن لقطات من هذه الفعالية بعد صلاة جمعة هذا اليوم. الله 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 الله
إذن مشاهدينا هذه كانت أيضا فعالية أحرار مخيم الحسين لهذا اليوم، ونحن مستمرين مع كل الحركات الشعبية في كل المحافظات الأردنية بتغطيتها وبتسليط الأضواء عليها إيمانا بأهمية هذا الحراك، على الرغم من انخفاض ربما فعاليته السابقة والأعداد الكبيرة التي تشارك به، ولكنه ما زال حيا وهذا لوحده أمر إيجابي. نعود إذن للحديث عن هذه الاتفاقية ويعني المصائب التي أطلعنا عليها السيد خالد من أخطاء كبيرة ببنود الاتفاقية. أنا بدي أعطيك المجال تشرح لنا أيضا يعني عن ما تبقى من يعني موضوع يعني الحدود الدولية، ولكن أيضا يعني هل يعقل أنه ما في أي إيجابية يعني ذكرت لصالح الأردن من خلال بنود هذه الاتفاقية؟ يعني معقول الوفد المفاوض غفل عن كل الإيجابيات خاصة في مجالات اقتصادية زراعية ربما مائية أخرى؟ من القضايا المهمة البحر الميت، وكان يسمى في أثناء حكم الدولة العثمانية بحيرة الكرك الجنوبية. المعاهدة في ترسيم الحدود اعتمدت حدود الانتداب البريطاني ولم تعتمد حدود قرار مجلس الأمن 42، لأنه 42 يعني انسحاب من الضفة الغربية، الضفة الغربية أردنية قانونا، فاعتمدوا حدود الانتداب البريطاني. حدود الانتداب البريطاني كان البحر الميت أردنيا حتى ضفته الغربية أردنية، بدليل أن شركة البوتاس اليهودية أخذت امتياز التنقيب عام 1925 من الحكومة الأردنية، وصادق عليها البرلمان الأردني عام 1928. مدة الامتياز 75 عاما تنتهي عام 2000، يجب في عام 2000 أن نستعيد المصنع، يصبح ملك الحكومة الأردنية مصنع البوتاس اليهودي، ولكن وادي عربة ضاعت هذا الحق وأصبح ترسيم الحدود في منتصف البحر. الأخطر من ذلك منطقة إيلات أو القرية الأردنية أم الرشراش. القرية الأردنية؟ نعم، قرية أردنية أم الرشراش احتلت في عام 1949 بعد انتهاء الأعمال العسكرية حرب 48، أثناء وجود الوفود المفاوضة في رودس قامت قوة إسرائيلية باحتلال قرية أم الرشراش، واشتكت الحكومة الأردنية للأمم المتحدة، وجاء مبعوث دولي اسمه رالف بانش، وكتب في تقريره أنها أرض أردنية كان فيها مغفر شرطة أردني، والدورات الأردنية تجول فيها بإنسيابية وهي أراضي أردنية، تنازل عنها المفاوض الأردني. وبحب أنبه بس لأهمية الاستراتيجية أنها تربط المشرق العربي بالمغرب العربي برا، وتحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية إيلات، تنزل على مفاوضنا. هذا في مصائب الترسيم الحدود. يعني شو بدنا نعلق على هذا الموضوع؟ يعني هل هذا بصراحة يعني سيد خالد يعني أمور مختلف عليها وأنت ترجح هذا الرأي، ولا هذه أمور ثابتة؟ يعني ثابتة. أعطونا يعني إيجابية دولية. أنت سألت عن إيجابيات، أعطوا الأردن إيجابية واحدة ولكن هي عبارة عن لغم فخر. أعطى الأردن الولاية الدينية على المسجد الأقصى. هذا اللي بدنا نحكي عنه يعني. وهذا شيء خطير. لأن يعني ينقل الصراع، يعني الآن في المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني أجلت قضية القدس للمرحلة النهائية. ومنح الحكومة الأردنية ولاية على المسجد الأقصى مقابل يعني السيادة على القدس، هذا اعتراف ضمني أردني بأن السيادة على القدس إسرائيلية، وللأردن ولاية على المقدسات الإسلامية، هذول المسيحية لاحظ، وكأن المسيحية مش عرب، يعني ولاية دينية على المسجد الأقصى فقط على حدود المسجد. هذا نوع من رسم المستقبل القدس في مفاوضات الكيان الصهيوني مع منظمة التحرير الفلسطينية. كله محسوب. سيوقعنا في إشكال بين الأردن والسلطة الفلسطينية. طيب هلا هنا في موضوع الوصاية، يعني هل الوصاية أتت من اتفاقية وادي عربة ولا هي تاريخيا يعني موجودة؟ هي تاريخيا يعني موجودة. قال إنها أقدم. نعم يعني. أيام الحسين بن علي. الهاشميين في لهم رعاية خاصة للمسجد الأقصى. ولكن يعني الطرف اليهودي وضعها ليس حبا، يعني الجانب الرسمي الأردني يدعي أن الجانب الفلسطيني أغفلها في مفاوضاته مع الكيان الصهيوني، أتركها للمرحلة النهائية، وبالتالي حتى ما تضيع قضية الأقصى وضعنا عليها الولاية الأردنية. وأعتقد أن هذا غير صحيح، لأن هذا سيجر وبالا خلافات عربية بين الأردن والسلطة الفلسطينية على هذا الموضوع. يعني الآن يعني هذه يعني الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى، يعني هل هي يعني تشكل سبب ربما مقنع لإلغاء هذه الاتفاقية لأنه أنتم مش محترمينها، مش محترمين الوصاية الأردنية، ولا إلها يعني مخارج أخرى؟ يعني لماذا لا يتم اللجوء إلى هذه الأوراق اللي تملكها الأردن فيما يتعلق باعتداءات مستمرة على، يعني نحكي عن مقدسات إسلامية، نحكي عن أولى قبلتين، ثاني بيتين، ثلاث حرمين شريفين، ولا يتم استغلال مثل هذه الأوراق؟ شو التفسير يعني لماذا؟ أولا
المطالبة بإلغاء المعاهدة يمنحها شرعية وكأنها شيء قانوني دستوري نطالب بإلغائه. المعاهدة أصلا باطلة لأنها تتعارض مع الدستور الأردني. نبدأ وما بني على باطل فهو باطل, باطل. المعاهدة تتعارض مع المادة الأولى مثلا الملك الأردني الهاشمية دولة عربية ذات سيادة ملك لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه نقطة. مش لا ينزل عن شيء منه إلا بقانون يجتمع مجلس النواب ويقرر. لا يجوز التنازل عن جزء منه. احنا في عندنا 5200 دونم لحالهم هذول بالبقوره يعني. الضفه الغربيه استاذ الكريم اراضي اردنيه بعد اجتماع مؤتمر اريحه الذي صادق فيه بوحده الضفه الغربيه ضمها الى المملكه الاردنيه الهاشميه ثم حلت الحكومه الاردنيه وتم تشكيل حكومه اردنيه من الضفتين الوزراء مناصفه ثم جرت انتخابات نيابيه لمجلس نواب من الضفتين وهذا المجلس صادق على الوحدة فبالتالي أصبحت الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية وقد دستور يعني نعم دستوريا الآن المعاهدة تتعارض مع الدستور الأردني في المادة الأولى عداك عن تعارضها في عديد من المواد وتعارضها مع معاهدة الدفاع العربي المشترك واتفاقية الجامعة العربية يعني هي أصلاً حتى لو لجأنا إلى يعني المحاكم الدولية مش راح يكون إلا يعني واضح بأن هذه الاتفاقية يعني لا تراعي الدستور الأردني وإذن وإيها فهي باطلة هي باطلة يعني إحنا ما في شيء ننحرج منه حتى على مستوى الدولي يعني دائما أنا أنبه الإخوان اللي بنادوا بإلغاء بقول لهم لا ليس إلغاء إلغاء يعني وكان شيء قانوني دستوري مطالب بإلغاء لا هي باطلة نعلن إشهار بطلان إشهار بطلان نرفع شعارات إشهار بطلان معاهدة وادي عربة هي باطلة مرفوضة دستوريا مخالف الدستور مرفوضة شعبيا ومرفوضة دينيا حسب الآية القرآنية اللي بدأنا فيها هذا اللقاء طيب لكن يعني هذه الأمور مشيت ومرت وحتى ممثلين الشعب يعني صوتوا عليها يعني وهذا ربما يعني يعطيها الشرعية حسب ما هم يعني يقولون وعلى الرغم من أنه لم نشهد أي مواقف يعني في حينه ولغاية كل المجالس النيابية التي تلتها سمعنا يعني احتجاجات لكن لما يصير تصويت يعني الكل يصوت لصالح هذه الاتفاقية طب وين الاحتجاجات اللي كانت وين التصريحات الرنانة الله أعلم هنا أنا بدي يعني في مجموعة من التساؤلات الحقيقة طبعا. يعني على الأقل نعرف يعني احنا كنا نتمنى انه واحد يكون مدافع عن هذه الاتفاقية يكون معنا لكن اكيد هم يعني يرفضوا هذا الظهور ويرفضوا الدفاع العلني لكن لما نحكي عن اتفاقية سلام ونحكي ايضا عن اعلان واشنطن انتهاء حالة عداء حتى نعم ولغاية الان ما زال وردت باعلان واشنطن وردت في المقدمة في مقدمة المعاهدة ايضا نعم انهاء حالة العداء وإذا إحنا عندنا سلام مع إسرائيل وواضح بأن العلاقات الدبلوماسية ممتازة وما في عندنا أي مشاكل لماذا الإنفاق العسكري أكثر من الإنفاق على الصحة وعلى التعليم لغاية الآن يعني ما هي الحجة التي يطرحونها إنه إحنا نضل نفق على هذا الإنفاق الهائل ما بنحكي على أفراد وإنما بنحكي عن سلاح وبنحكي عن امتيازات أخرى وأموال بالمليارات ما بنعرف وين بتروح وإحنا عندنا اتفاقية سلام والله يا أخي الكريم يعني هناك لكل دولة عقيدة عسكرية كل دولة قيادة العسكرية تضع عقيدة عسكرية سيناريوهات أن الخطر يأتي مثلا نتوقع الخطر من هذا الجار أو من هذا الجار وعلى ذلك يضع سيناريوهات الدفاع عن وطنهم كان لدينا عقيدة عسكرية للدفاع عن حدود الأردن من العدوان الصهيوني الآن بعد توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني وليست معاهدة فقط لإنهاء حال الصراع أو عداء حتى من يطلع على المعاهدة والاتفاقية التي وقعت بعد المعاهدة يكتشف أنها ليست إنهاء حالة حرب بل تأسيس لنوع من التحالف مع الكيان الصهيوني يعني اتفاقية في مجال الصحة والطب الطيران المدني الزراعة النقل يعني حجم الاتفاقيات الوقع بين الأردن والكيان الصهيوني يفوق حجم الاتفاقيات بين الأردن وأي كيان عربي آخر يعني العقيدة السياسية على العقيدة العسكرية الآن باعتبار الكيان الصهيوني عدو الأصل منطق إنها انتهت طب هل يوجد لدى القوات المسلحة الأردنية الآن مع احترامنا لها هل هنالك عقيدة عسكرية وضد من؟ من هو العدو الحديث؟ يعني بالتدريبات العسكرية يتدربوا لعداء من؟ يعني هذا توضع سيناريوهات إذا تقدم يعني من المحاور التالية الخصم كيف سنواجه وإذا تقدم المحاور الفلاني كيف تكون الرد؟ توضع سيناريوهات إذا إسرائيل خرجت من خانة الأعداء ضد من العقيدة العسكرية؟ هل هي للداخل؟ لا سمح الله؟ أسئلة يعني خطيرة لكن أيضا يعني بهذا السياق هنالك بعض المشاريع الكبرى مشاريع اقتصادية على مستوى موضوع قناة البحرين على سبيل المثال في عنا مشروع استيراد غاز ل 15 سنة ب 15 مليار في عنا مشاريع يعني الطاقة بمختلف توجهاتها يعني
كيف شايفها وكيف تنظر لها في ظل اتفاقية سلام، في ظل إسرائيل ومعروفة يعني تاريخيا بنكوثها لكل الوعود وإنها مش ممكن توقع اتفاقية تشعر أنه فيها عندها أي خسارة يعني بها، وإحنا مقبلين على اتفاقيات ضخمة جدا. نعم. يعني أن نربط مصيرنا ومصير اقتصادنا بمصير الاقتصاد الكريم. أولا موضوع ناقل البحرين هو كان رد أردني على المشروع الإسرائيلي في قناة البحر المتوسط البحر الميت. ناقل البحرين في خلاف أردني إسرائيلي في تفاصيله، ومن يومين كان في مؤتمر التعدين الأردني السابع في عمان، حضرت جزء منه وعلقت في مداخلة وقلت إنه البحر الميت تاريخيا وحسب حدود الإنتاج البريطاني اللي وقعت قسمت الحدود على أساسها أردني، وبالتالي ناقل البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت هو مشروع في الأراضي الأردنية في بحر أردني كاملا. إسرائيل ليست طرف إسرائيل ليست طرف قانونيا في محاكم دولية، إسرائيل ليست طرف، هذا مشروع أردني، يمكن الأردن أن تبحث عن ممول وتصنع هذا المشروع الحيوي لتوليد الكهرباء. في موضوع الغاز، يعني الغاز المصري للأسف كل فترة بتم تفجيره ومشكلة. النفط من العراق إذا لم نماشي سياسات الحكومة الأمريكية الإيرانية في العراق سيقطع عنا النفط، يعني شيء لا تملكه. في الأردن ثروات لو استغلتها تغنيها، وهي ثروات من ألفها إلى ياءها أردنية، مثل مثلا الصخر الزيتي اللي هو ثروة هائلة موجودة في الأردن تصل إلى حوالي 70 مليار طن، والنحاس يعني في يعني هذا يكفينا طاقة، يكفي الأردن طاقة. الصخر الزيتي الواحد 900 عام طاقة لو استغل. طب يعني أنت ذكرت العديد من يعني الوثائق التاريخية، يمكن يعني من 1800، هل في شيء ينص إنه هذا الكيان أو هذه الجغرافيا اللي الآن هي في دولة الأردن المملكة الأردنية الهاشمية ممنوع عليها استخراج خيراتها؟ يعني الشعب هيك يعتقد، في احاديث شعبيه يمكن دائما بتسمعها يعني حضرتك سيد خالد، انه والله احنا ممنوع علينا نستخرج خيراتنا لانه احنا مطلوب انه نضلنا ضعاف اقتصاديا، ننشغل بهمومنا اليوميه كيف ناكل ونشرب عشان ما نفكر بفلسطين وكيف من الممكن تحريرها. انا اسمع ذلك واحيانا انا احلل ذلك، لكن انا كباحث لازم اكون يعني استند الى شيء. يعني ما في شيء بيدينا انه الدوله تتعمد، لكن يعني الصخر الزيتي مثلا قديما كان غير مجدي لما كان النفط 22 دولار برميل النفط. صحيح. والصخر الزيتي يكلف اكثر من ذلك، لكن بعد من السنوات الاخيره بعد ان صعد النفط وصعدت التكنولوجيا اللي بتوفر وتكنولوجيا الصخر الزيتي تطورت، فاصبح تكلفته سهله، اصبح مجديا. يعني صار في خلافات لكن اخيرا وقعت اتفاقيات مع شركه للصخر الزيتي، وان شاء الله قريبا يعني نبدا بتلمس انهاء مشكله الطاقه. لكن حتى البحر الميت اللي حضرتك اكدت انه هو اردني، يعني في شرق النهر ما فيه خيرات، في غرب النهر يعني فيه خيرات اكثر بكثير، يعني شيء غريب برضو. يعني للاسف هذه الحكومات تعمل لخدمه شعوبها وتعمل باخلاص، احنا حكوماتنا للاسف عمرها قصير. ويعني كما قال احد الطرفاء، يعني المتوسط عمر الحكومات عندنا 9 شهور وبعضها بيكون طرح اقل من ذلك. طيب يعني في مجالات يعني الان اصبحت يعني واضحه، اسواق مفتوحه خاصه في ما يتعلق بالزراعه، منتجات زراعيه حتى من المستوطنات، اللي الاتحاد الاوروبي نفسه يرفض استيراد بضائع المستوطنات. الاردن هنالك بعض البضائع منهم، يعني في علاقات وفي مزارعين، بعض المزارعين الاردنيين طبعا لا نعمم، يعني تجار. استاذي الكريم، الزراعه بحاجه الى ماء، الزراعه بحاجه الى ماء، والبشر الحياه بحاجه الى ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا ننتقل إلى المادة رقم 6، المادة السادسة في المعاهدة، هي المياه. كيف ظلم الأردن مائيا أيضا؟ يعني تقصد أنه إحنا قضوا علينا من المياه عشان يقضوا علينا على الزراعة عشان نضطر أنه نستورد منهم. نهر الأردن جرى سلبه من جانب الكيان الصيني عام 1964، تغير مجراه، تم جرف نهر الأردن غربا توجها إلى صحراء النقب لزراعة النقب. ومؤتمر القمة العربي الأول عقد بسبب سرقة إسرائيل لنهر الأردن وتغيير مجراه. في معاهدتنا إحنا لم نطالب، وافقنا على هذا الاستلاب، وافقنا في المعاهدة على الاستلاب الصهيوني لنهر الأردن، وليس ذلك فقط، بل أشركناهم في مياه نهر اليرموك. الآن لإسرائيل حصة في نهر اليرموك
13 مليون متر مكعب شتاء و12 مليون متر مكعب صيفا، المجموع 25 مليون مكعب من نهر اليرموك اللي هو نهر عربي مجراه كله في سوريا والأردن، 80% من مجراه في سوريا و20% في الأردن. ليس لفلسطين الجغرافية حصة فيه، أشركناهم في 50 مليون متر مكعب، مقابل أن يعطونا 50 مليون متر مكعب من المياه المسروقة من حصتنا المسروقة في نهر الأردن. وهنا غفل المفاوض الأردن أن يضع 50 مليون متر مكعب صالح للشرب، فقط 50 متر مكعب. وتذكر حضرتك مرة لما ضخونا مياه من قاع من أسفل البحيرة الطبرية وصار عندنا التلوث المشهور. يعني مائيا أفقرونا. الآن الآبار الارتوازية الجوفية في الغمر، منطقة الغمر، وافقنا لهم على استمرارها، لكن كم يسحبوا مياه؟ ربما تكون هي تصل إلى الديسي في باطن الأرض. كم يسحبوا يوميا؟ كم تسحب إسرائيل من الآبار الجوفية؟ لا نعلم ولا نريد أن نعلم. ففوق فقرنا المائي أفقرنا مائيا. فلهذا سبب عندهم مشاريع زراعية متطورة، وإحنا عندنا جدب، يعني لا يمكن أن تزرع بالتيمم، تحتاج إلى ماء. طيب يعني بعد 20 عام من يعني هذه الاتفاقية، يمكن ذكرنا كل هذه السلبيات وهذه الويلات اللي يعني أصابتنا، لكن هل ترى يعني سيد خالد بأن الشعب الأردني يعني تقبل الاتفاقية؟ 20 عام تفرض عليه هذه الاتفاقية، علاقات سياحة متبادلة، علاقات اقتصادية هنا وهناك، مشاريع يعني على مستوى ضخم جدا بالمليارات يعني وقعت، وهنالك نية لتوقيع المزيد. الشعب الأردني أين هو من الاتفاقية برأيك؟ من فضل الله أن الشعب الأردني على بساطة قسم كبير منه لكنه واعي. التطبيع فشل، كما أن أخواننا في مصر، الشعب المصري العظيم أفشل التطبيع في مصر، الشعب الأردني أيضا الواعي أفشل التطبيع. هنالك بعض الأشخاص معدودين اللي يعني كانوا يتسابقوا للتطبيع وهم معروفون، والشعب الأردني أصلا يزدريهم وما محصورين، لكن الشعب الأردني بغالبيته هو ضد التطبيع وأسقط المعاهدة. لا يوجد أي تعاون في معارض كتب، في مهرجانات مع الجانب الإسرائيلي أيضا لا يمكن، تقاطع فورا إذا حدثت محاولة تقاطع فورا. ويعني بقي التطبيع على الجانب الرسمي فقط. طب لو في عندنا خط بياني، هل في اختراق لهذا الموضوع شعبيا، ولا احنا صامدين يعني في 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 وجه أي محاولات تطبيعية أو فرض هذا التطبيع، ولا في شوية ليونة مع الزمن؟ يعني أنا نحكي لو بعد زمن، لا يعني لا سمح الله استمرينا بهذا الحال يعني لعشر سنوات مثلا. يعني الحماقة الصهيونية هي من يساعدنا في ذلك. ليس يعني للأسف يعني هنالك جهات واعية في الأمة، مثلا في الأردن النقابات المهنية، بعض الأحزاب بنشراتها بندواتها توعي الناس، ولكن من يخدم قضيتنا أكثر هو الحمق الصهيوني. فكل 5 سنوات 10 سنوات هنالك مجزرة تقوم بها إسرائيل الكيان الصهيوني، تزيد من غل العالم وغضب الناس ضد الكيان الصهيوني. يعني حماقتهم وإجرامهم هو من يساعدنا أكثر في إفشال تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. طيب جميل، اسمح لي نروح على جرش، وقبل أن يعني ننهي يعني بآخر فقرة مع حضرتك نذهب إلى جرش، وأيضا الفعاليات مستمرة هناك، ومراسلنا نصر العتوم. نصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نصر، ضعنا في صورة فعاليتكم اليوم بعد صلاة الجمعة. نعم زميل ينال، نظم ائتلاف جرش للتغيير عقب صلاة الجمعة اعتصاما إصلاحيا أمام مسجد الجبل الأخضر في مدينة جرش بعنوان الإعلام العربي وصناعة الخوف. وأكد الائتلاف أن الإعلام العربي لسان حال الأنظمة العربية والناطق باسمها، مبينا أن الإعلام العربي حول الكوارث الوطنية والهزائم النكراء للنظام العربي إلى نكسات عابرة، وهو الذي روج وسوق للبطولات الأسطورية للزعماء العرب. وبنفس الوقت فإن الإعلام العربي بدوره قام بتهميش الشخوص الوطنية واغتيالهم وتصغير حجم الوطن. وبين الائتلاف أن من أهم إنجازات الإعلام العربي هو الترويج لمقولة أن ما يجري على الساحة العربية والإسلامية هو حرب أهلية بين التطرف والاعتدال الإسلامي، طاويا صفحة أن ما جرى ويجري هو نتيجة الإرهاب الأمريكي وأدواته الصهيونية والعربية المتصهنة التي صنعت الإرهاب ومارسته وخلفت ملايين القتلى والمشردين والأرامل واليتامى في العراق وغيرها، ودمرت حضارات عريقة ليتم اختزال ذلك ورشقه بالإسلام والعروبة. وأشار الائتلاف إلى الغطرسة والهجمة الصهيونية الحاقدة على المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بموقف عربي قوي تجاه ما يحدث من تدنيس للمسجد الأقصى من عصابات اليهود الصهاينة.
ورفع المشاركون زميل ينال في الاعتصام لافتات كتب عليها: التحالف وأزلامه يستهدفون مراكز الخلافة الإسلامية ومصدر قوتها في العراق والشام ومصر. نعلم أن لأبي رغال وابن العلقمي أحفادا ما زالوا بنفس الصفات وبذات الخصة. الإرهاب في المنطقة إرهاب أمريكي، والمطلوب إسلاما بمواصفات أمريكية يا إعلامنا العربي. صلاح الدين فتح القدس بوحدة الشام ومصر، ولا يراد لهم النهوض من جديد. بعد تدمير العراق وسوريا وتفتيت مصر، ماذا بقي من رصيد الأمة العربية؟ الحرب في المنطقة ليست بين إسلام متطرف ومعتدل، إنها حرب أمريكا والصهاينة والمتصهينون العرب. تعتيم إعلامي مقصود عما يجري في القدس وغزة والتركيز على عين العرب كوباني. المجازر الأمريكية والصهيونية في العراق وليبيا وفلسطين وغزة لا يذكرها الإعلام العربي المتصهين. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. نعم زميلنا. شكرا جزيلا إذن لك مراسلنا ناصر العتوم من جرش، ونشاهد ونتابع لقطات من هذه الفعالية بالصوت والصورة. لكل مسلم يستصرخك الأقصى، فماذا فعلت؟ الإعلام العربي يصنع الخوف في نفوسنا لكي لا ننبه نداء الأقصى الشريف. الإعلام العربي المتآمر، الإعلام العربي الكاهن، الإعلام العربي الناطق باسم العبرية وباسم الصهيونية نيابة عنهم. نحن معتادون يعني كل يوم جمعة أن نقف مثل هذه الوقفة وقوفا على قضايانا العامة على مستوى العالم العربي والخاصة على المستوى المحلي. في هذا الأسبوع كانت هذه الوقفة بعنوان الإعلام العربي وصناعة الخوف. استعرضنا فيها على مدار يعني ربع ساعة بعجالة يعني ما يقوم به هذا الإعلام من صناعة الخوف عند المواطن العربي. ويستصرخ كل فرد على بقاء هذه الأرض، بل على بقاء المعمورة كاملة لكل مسلم. يستصرخك الأقصى، فماذا فعل؟ الإعلام العربي يصنع الخوف في نفوسنا. إذن مشاهدينا هذه كانت يعني لقطات أيضا من فعالية أحرار جرش والمستمرة والمصرين عليها دائما بعد كل يعني صلاة جمعة بغض النظر عن الأحوال وعن الطقس وعن الأجواء، ولكنهم مستمرون بحراكهم. اسمح لي قبل أن أعود لك يعني سيد خالد، ينضم إلينا أيضا أمين عام حزب الحياة الأستاذ ظاهر عمر للحديث أيضا عن موقف الأحزاب السياسية الأردنية من اتفاقية وادي عربة. أستاذ ظاهر السلام عليكم. ألو. نعم أستاذ ظاهر السلام عليكم، أنت على الهواء مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك أستاذ ظاهر، نريد أن أيضا نستمع من حضرتك ونحن نتحدث عن اتفاقية وادي عربة عن موقف الأحزاب السياسية الأردنية من هذه الاتفاقية بعد 20 عام. حقيقة يعني معاهدة وادي عربة ما أجت إلا بعد أسوأ معاهدة في تاريخ الأمم كلها وفي تاريخ الأمة العربية بالذات، هي معاهدة كامب ديفيد، وبعدها لحقها أوسلو، وبعدها لحقها الأردن، وبعدها لحقت العالم العربي بالهوان والذل اللي احنا موجودين فيه. نعم. رأي الأحزاب هو في أحزاب في العالم العربي كله من محيطه لخليجه وفي الأردن بالذات عندنا، والله لا حكومة بده أحزاب ولا شعب بده أحزاب ولا في تأثير حزبي في الشارع مطلقا. معاهدة وادي عربة هي اللي أوصلتنا الآن إلى أن نرتهن إلى هذا العدو الصهيوني في حياتنا في وجودنا. تخيل لما بنوقع معهم احنا نخلي الطاقة اللي مرتبطة بحياتنا مرتبطة بهذا العدو الصهيوني، ما أنا مرتبط بهذا العدو الصهيوني، وجودنا صار مرتبط بهذا العدو الصهيوني، هذا كله نتيجة إيش؟ نتيجة هذه المعاهدات اللي توقعت مع هذا العدو، كل المعاهدات ابتداء من كامب ديفيد وانتهى بوادي عربة. ولذلك حقيقة إحنا الوضع اللي إحنا بنشوفه هو إحنا جزء من هذا العالم المنهزم، هذا العالم اللي مش منتصر، هذا العالم اللي بتتحكم فيه إسرائيل، وأنا في اعتقادي كل سياسات العالم العربي من محيطه لخليجه كلها مسيرة بسياسات إسرائيل بعد هذه المعاهدات اللي توقعت معها. وكان زمان طبعاً الإشي مش على المكشوف، المعاهدات خلت تكون هذا الارتباط في إسرائيل على المكشوف صار، بحيث إنه إحنا نشوف
اللي بصير في غزة والذبح والقتل والهوان والذل اللي شفناه في العالم العربي كلياته ما واحد قدر يقول لك وين انت رايح. اليوم داعش واليوم النصرة واليوم الشغل اللي بيشتغلوه الأمريكان في المنطقة. أعطيني واحد عربي له كرت على الطاولة يقدر يحطها بعد هذه المحادثات اللي فيها كل الذل وفيها الإهانة لأمتنا ولوطننا ولكل الوضع العربي. طيب أستاذ ظاهر هنا بهذا المجال أستاذ ظاهر إذا سمحت لي، يعني في ظل التوازنات الدولية اللي تحدثت عنها واللي أنت يعني عارفها، يعني بصراحة يعني لو هل نحن عندنا خيارات كحكومة أردنية، هل لدينا أوراق ممكن أنه نستغلها وممكن أنه نستخدمها لإلغاء هذه الاتفاقية في ظل كل التوازنات الدولية وفي ظل مكانة إسرائيل في العالم وعلى مستوى العالم وتأثيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؟ يعني لو الأستاذ ظاهر عمر أصبح رئيس وزراء الأردن، هل لك أن تتصرف بهذه الاتفاقية حسب يعني توقعك؟ يعني اقول لك يا اخي، اقول لك شغله، اسرائيل بحاجه لو بشعرش تضل موجوده بحاجه لنا. ما في ناس في الدنيا بيحمسين الى المملكه الاردنيه الهاشميه بحدودها 600 كيلومتر، هم بحاجتنا. بس اذا ما كنت زلمي عمر العالم ما بخليك زلمي، اذا ما كنت رجل عمر الناس ما بخليك رجل. احنا شو احنا يعني؟ احنا هل يعقل انه احنا يتحكموا فينا ويتصرفوا فينا؟ حتى قبه الصخره، حتى المسجد الاقصى اللي يعتبروه المسلمين وبتغنوا فيه ما واحد عمل له شيء. هل يعقل هذا الحكي؟ إذا ما رجعنا لرشدنا ورجعنا إلى حقيقة وجودنا ورجعنا إلى 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 إنه إحنا الأردن موقفنا وين؟ موقفنا وين؟ موقفنا مع دولنا العربية وين؟ موقفنا إحنا مع أمتنا إن نوقف؟ إحنا ضايعين، كنا ضايعين، كنا ضايعين. أما أنا أستنى، أنا بالعكس، أنا إسرائيل هي بحاجتي مش أنا بحاجتها. اليوم بقدر أحط شروطي. اليوم الملك حسين الله يرحمه لما كان إشي أقوى من إسرائيل، كل تحالف الدنيا كان موجود في حفر الباطن، إحنا شدينا هذا الكلام لأنه كان في موقف. اليوم لما انضرب خالد مشعل كان في موقف. اليوم تستطيع تأخذ موقف إذا بدك تأخذ موقف، نبحث عن هذا إذا الموقف. ما بدك نتأمل تأخذ موقف ذلك. في ألف مبرر. طيب وصلت، شكرا جزيلا لك إذن أمين عام حزب الحياة أستاذ ظاهر عمر، شكرا على هذه المداخلة. ولكن حال مؤسف يمكن الأحزاب، يعني أمين عام حزب بيحكي الشعب ما بده أحزاب. على كل حال أنا بدي يعني كلمة هيك أخيرة منك يعني سيد خالد، نلخص بها يعني هذه الاتفاقية، تعطينا يعني رأيك بالرؤية المستقبلية. يعني نفس السؤال أيضا للأستاذ ظاهر عمر فيما يتعلق بالأوراق اللي بيملكها الأردن الآن ضد إسرائيل في ظل توازنات دولية، يعني في ظل واقعية وليس بكلام ربما يعني تنظيري، او خلينا نكون واقعيين. وربما لو يعني دكتور عبد الله نسور الان يسمعنا واستاذ خالد يعني تنتظر ان توجه له رساله من الممكن ان يستخدمها وانت على علم بالاحراجات التي هو يتعرض لها وبظل يعني مكانه اسرائيل ودورها في المنطقه، الولايات المتحده الامريكيه، ملف اقتصادي، مساعدات للاردن وغيرها. ما الذي ممكن ان نستخدمه خلال السنوات الماضيه القادمه ومن اوراق يعني لدينا في الاردن؟ والله قبل ذلك انا كنت حاب اني أشر على نقطتين مهمتين في المعاهدة يجب أن يعني يعيها المشاهد. طبعا طبعا طبعا. يعني مثلا في البند رقم 4 الأمن ينص على أن يأخذ الطرفان على عاتقهما أن يؤسس علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشاركة والتعاون، وأن يهدف إلى إقامة بنيان إقليمي من المشاركة في السلام. هذا لا يعني إلا مشروع نظام الشرق أوسطي. وهل يعني بعرف يعني بتسأل واحد هل يتفق الأمن الأردني والأمن الصهيوني لدرجة قيام تعاون بينهم؟ وأين معاهدة الدفاع العربي المشترك؟ وما هو موقف الأردن إذا صارت يعني حرب بين إسرائيل ودولة عربية أخرى؟ ما هو موقف الأردن؟ يعني هذا بند خطير جدا لمادة الأمن. ثم المادة الثامنة اللي هي تتحدث عن اللاجئين والنازحون، هنا مصيبة المصائب. يعني تخيل مثلا في جملة واحدة اعترافا بالمشاكل الإنسانية الكبيرة، لا مشاكل إنسانية، نقل مشكلة اللاجئين من بعدها الاستراتيجي والسياسي إلى مجرد مشكلة إنسانية بدون لا حق عودة ولا التي تسببها النزاع. ما سببتها الكيان الصهيوني، نزاع سببها. يعني المسؤولية تقع على طرفين الصراع وليس على طرف واحد. والمشكلة الإنسانية لدى الطرفين وليست لدى الطرف العربي فقط. لاحظ، فإنه مساس إلى تحقيق مزيد من التخفيف، تخفيف وليس حل مشكلة اللاجئين. يعني مصطلحات هاي موضوع دقيق جدا. يعني هاي ثلاث ألغام في جملة واحدة. أين قرار 194 قرار جميل عامة عودة اللاجئين إلى أراضيهم؟ ما له ذكر. طبعا على سيرة يعني الاتفاقيات الدولية والنص يعني واللغة والترجمة، يعني اتفاقية 42 أراضي والأراضي يعني قال التعريف يعني غيرت كل شيء، فما بالك اتفاقية وادي عربة؟ يعني اللغة الأصلية لها ما هي؟ اللغة الإنجليزية والعربية والإنجليزية والعبرية، وفي حال الاختلاف يعاد الى النص الانجليزي. يعني الاصل الانجليزي. نعم انا طلع على الانجليزي وترجمات دقيقه للانجليزي، يعني على ضوء ذلك قبل ما الفت الكتاب انا طلعت على الجانبين. فتخيل يعني ضياع مشكله اللاجئين، لا بل اخطر شيء هو
أول اتفاقية دولية تنص على التوطين كحل من حلول مشكلة اللاجئين، لا بل الحل الوحيد التوطين، وذلك بالعمل على توطينهم، وهذا خيانة للأردن ولا فلسطين. المعاهدة باطلة. أي رئيس وزراء ممكن أن يعلن بطلان المعاهدة والشعب كله معاه؟ باطلة. التوازنات الدولية إذا انتظرناها يعني طويلة. الواقع الدولي للأسف ليس لصالحنا. العراق محتل، قد يغضب البعض، الحكومة الأردنية هو محتل من طغمة تمثل أمريكا وإيران. سوريا في حالة ضياع. لبنان لا يستطيع انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد أن توافق إيران عليه. واليمن سقطت بيد إيران. صنعاء، يعني البعض قد يفصل، هو مشروع واحد، المشروع الإمبريالي الإيراني واحد، مشروع واحد يستهدف الأمة شرقا وغربا. لكن نحن ممكن أن نلغي المعاهدة ونلغي آثارها بدعم المقاومة العراقية الشريفة، بدعم وحدة اليمن، بالعمل على دعم وحدة اليمن، لأن هنالك على أبواب اليمن على أبواب التقسيم. نعم. وتوعية شعبنا على ثقافة المقاومة، وأن ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة. وأن فلسطين عربية من البحر إلى النهر، لا مساومات لا تفريط، فلسطين عربية حتى الموت. طيب جميل. يعني أنا قبل أن ننهي هذه الحلقة عشان نأخذ اتصال من الزرقاء، كان هناك في فعالية لأهالي الزرقاء، مين من ضم معنا؟ مين معنا شباب؟ ألو. طيب السيد عبد الرحمن ديلق. سيد عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سيدي. نعم سيدي، يعني تحكي لنا اليوم عن فعالية أهالي الزرقاء، وما هي أهم يعني الشعارات والعناوين التي كانت فيها؟ كانت اليوم فعالية انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب في وسط الزرقاء في السوق، وكانت فعالية حاشدة لأجل نصرة المسجد الأقصى بعدما ظن اليهود أنهم الغاصبين أنهم استفردوا في المسجد الأقصى في ظل هذه الظروف التي أصبحت فيها الفوضى في كل المجتمعات العربية. ظن اليهود أنهم يستطيعون في هذه الظروف أن ينفردوا بالمسجد الأقصى ويقومون بتقسيمه كما يشاءون وكيف يريدون، لكن الشعوب ما زالت فيها الحياة، ما زال فيها تلك إلى الصلاة في المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى هو جزء أو آية في كتاب الله، هو جزء من عقيدة المسلم. لذلك كانت هذه الفعالية وهذه المسيرة تحت شعار حماية المسجد الأقصى ونصرة المسجد الأقصى. وكانت الشعارات تتحدث عن أننا نهدي المسجد الأقصى بأرواحنا ودمائنا، وأن الشعب الأردني هو توأم فلسطين، وهو الذي لا يفرط بشبر ولا بذرة تراب المسجد الأقصى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تصادفت هذه الفعالية في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، حيث كانت هذه زيادة في التفاعل، فكان هناك عدد غفير أو جمع غفير من الناس في هذه المسيرة. تحدث فيها الدكتور عماد صالح باسم الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى وسجوننا تجاه المسجد الأقصى، وأننا لا بد أن نحمي المسجد الأقصى، ولا بد لهذه الأمة أن تستيقظ وأن تكون فعالياتها أقوى ما هو الآن، لأننا نرى أن الفعاليات في نفوذ المسجد الأقصى ليست كما يجب وليست بالمستوى الذي يجب أن يكون. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن القيادة في الحركة الإسلامية سيد عبد الرحمن تيلخ، وهذه إذن الفعالية التي كانت اليوم في الزرقاء، نتابعها بالصوت والصورة. إذن نتابع هيك لقطات سريعة من هذه الفعالية بالصوت والصورة. ويسقط معها كل عميل.
إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت فعالية أهالي الزرقاء وأحرار الزرقاء، والأمل ربما بهذا الشعب الأردني الذي يؤكد دائما على يعني رفض كل سبل وطرق التطبيع مع إسرائيل، ويعني تسقط إسرائيل بكل هذا الكيان الغاصب، والأمل دائما والتعويل على الشعب الأردني في ظل التقصير الرسمي، وحتى يمكن النقابات المهنية قسم التطبيع ما زالوا مستمرين ومتمسكين به، يعني بأهمية شهادة البكالوريوس التطبيع قسم التطبيع لكي يمارس مهنته كمحامي أو كطبيب أو في مختلف مجالات النقابات المهنية، يجب أن يقسم قسم التطبيع، وهذا أمر نعتز به وربما لا يعلمه الأشقاء العرب الذين يتوقعون أن الموقف الرسمي الشعبي ربما هو نفسه الموقف الرسمي، وشتان ما بين الاثنين. قال كلمة إذن ضيفنا اليوم الذي تشرفت بصحبته الباحث والناشط السياسي السيد خالد الحباشة، شكرا جزيلا لك وعلى هذه المعلومات القيمة، وربما كان لك تصريحات للسفير الإسرائيلي بالأمس في الذكرى 20 أيضا، تحدث عن أن الأردن هو أفضل صديق ممكن أن يكون لإسرائيل والذي يشرف على الانتهاكات للمسجد الأقصى من عضو الكنيسة الإسرائيلي، كان مبارح في زيارة سياحية في البتراء وبالحماية والرعاية الرسمية. على كل حال ربما هكذا حاولنا أن نقدم لكم مرخصا عن هذه الاتفاقية، ندخل بجذورها وأفاقها من خلال المختص والباحث السيد خالد الحباشنة. شكرا جزيلا لكم إذن مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وفي أمان الله.